الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد ومشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة أهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، إن شاء الله بالمحبة والوحدة والتكاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. مرحبا رفت. مرحبا أسد. تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. بداية تذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي حب تواصل ويانا من خلال هذا الرقم، رسالة مختصرة وبها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور تتضح المشكلة يا ريت يتم إرسالها حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك تويتر اللي حب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، بث المباشر على صفحة الشرقية الرسمية على الفيسبوك، واللي عنده أي تعليق موضوع مناشدة مشكلة يا ريت يتم ارسالها حتى يتم عرضها ضمن فقره عيون المدينه، او اذا كانت يعني محتاجه الى متابعه ان شاء الله يتم ارسالها لمراسلينا لمتابعتها. اذا نبدا اولى مواضيعنا من بغداد ونستذكر ما طرح الاسبوع الماضي من برنامج اهل المدينه. وفي برنامج اهل المدينه موضوع ام صادق اللي في وقتها كانت مزوجه من شخص بس عقد بدون ما تسلق من المحكمه وما عندها عقد محكمه، وبالتالي انه بعد فتره وبعد ما صار عندها 2 أطفال زوجها هجرها وتخلى عنها وتخلى عن أطفالها، ولحد هذه اللحظة ما مسجلين بالدوائر النفوس ولا أنه حاصل على الجنسية العراقية. وفي وقتها أهل المدينة وأيضا نشدت وزير الداخلية، وفي وقتها وزير الداخلية استجاب لما تم طرحه وأيضا تكفل بحل الموضوع بأسرع وقت ممكن. لكن نحن برنامج المدينة مثل ما وعدناكم بقينا وراح نبقى متابعين هذه القضية مع أم صادق ونبحث عن الشخص اللي هو ما معترف بأطفاله، ولحد هذه اللحظة ما أنطى الجنسية لأطفاله ولا أنه ما اعترف بزوجته وتركها صار لأكثر من 10 سنوات أو أكثر. أم صادق بعد ما تحرينا عن اسمه وعرفنا أنه اسمه الكامل مهدي جاسم رشق، ومراسلنا قحطان في بغداد بدأ يبحث عن هذا الاسم وبدأ يتنقل من منطقة إلى أخرى في سبيل أنه نلقاه ونحكي وياه ونقول له بلكي أنه يروح يسجل أولاده، لأنه هذول أولاده مستقبلهم متوقف بسبب إهماله وبسبب بعده وهجرة لهم منذ عدة سنين. لكن للأسف أنه بعد البحث لقينا متزوج مرة ثانية ومرة ثالثة والثانية أيضا مهجورة وعدة أطفال. تفاصيل أكثر راح نشاهد هذه القصة مع قحطان في بغداد وبعدها نرجع لكم مباشرة. عندي موضوع إنساني ده نبحث عنه. هذا الشخص محله 418 زقاق 30 28 رقم الدار. 418 كلها 418 الزقاق. زقاق 30. وهاي إلا شنو؟ مكتب دلالية. رحت على مكتب دلالية. يوم زقاق 30 وين؟ قال ما عندي خريطة، هذا اللي هنا أنا رحت عليه. هذا العشرة. هاي هنا 11 9 13 شيء. بس 30 وين؟ زين. ماكو في نقطة دلالة. نقطة دلالة أخرى تريد؟ أوكي. هذا ممنون ممنون. لا والله والله مشغول. هذا الشخص شايفه؟ منو شايفه من عندكم؟ كنا هذا الفيديو وين؟ كنا نشوف لا محل محل لا 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 تيهني يا معود، انا قوه وصلت محله 418 بس هو اسرع شيء دلال كاتب دلالي بس باللي زقاق 30 وين يعرفون. اها انت ما سالت واحد صدفه جوز ما يعرف اي بس هذول مكاتب العشاره اكو وايد دلالين عشاره؟ ايه. اني ممنون ساقي. شكرا جزيلا شكرا الله يحفظكم شكرا شباب. حتى اتصلنا بالام وعدناها بس احنا نريد نوصل لا كمل نريد نوصل قبل ما هي توصل بس حتى نعرف انه هو وين. السلام عليكم. محله 418 زقاق 30 ها الله يساعدك. زقاق 30 وين يصير؟ 30 هذا يا زقاق 40 هذا منه بس شلون هذا زقاق شو اسمه مو 30 هذا عبرتك فتحه هاي ايه شويه تطلعي قدام ايه على هالجهه على الشارع نفس اللاين هذا يعني قبل ما اوصل البناء لا قبل الطابوق ايه مو فتحه ايه لحد جاي تصفح
هذا مقابل محل، هو البيت بالعمارة المقابلة بالمحل. جماعة احنا بعدنا ندور على مهدي جاسم رشق، ووصلنا تقريبا يعني، بس ان شاء الله نوصل له يعني بهاي المنطقة، والمنطقة دي يساعدون ويانا ويدلونا. بيت مهدي جاسم ما ادري اشوفك سته هاي ما شايفه. السلام عليكم. مهدي جاسم رشق ما ادري انت من هاي المحله؟ لا زين. مهدي جاسم رشق مار علي هذا الاسم. اي اريد توصلنا عليه. هذا يستلم غذائية من مهدي من بطيبة. وين مهدي؟ المحلات هاي العمارة تشوفها هاي اللي قبالنا. نعم. إيه هو هذا دلانا عليه غير رجال مهدي المعوق. المعوق. نعم دلانا عليه. أي. قال مو هذا وين المحل الركن؟ أنا حتى شكله ما شايفه. ما شايفه. إيه بس الوكيل اللي ذكرته أنت دلانا عليه. أي. قال هنا وأني متأكد هو بهاي بهذه العمارة الركن. هلا يابا السلام عليكم. شلونك يابا؟ شلون الصحة؟ السلام عليكم. عرفتيني؟ الله يحفظك. الله يحفظك. الله يخلي زوجك مهدي جاسم رشق. اي ما موجود. ليش؟ عايف له. انت يوم عايفك؟ يابا صار 6 سنين عايف. زين وضعيتك ضيفينا؟ قناة الشرقية. احنا قناة الشرقية ما اريد انا وما اريد اطلع وجهك. ما يعنيني انت بس تضيفينا. اضيفك على راسي. هاي تجي ويانا وشهر. انت بعد تكون انت دليلنا. انت دليلنا للخير. انت دليلنا للخير. تفضل. يعني احنا جايين بعمل انساني عشرة عمر يعني. اي هو انا ليش اريدك ويانا؟ نعم. لانه انت باعتبار هسه انت ابو البيت يعني ما حرم الله اكيد. ف ابقى ويانا حتى تكون انت تعرف اللي دا يصير. تفضل. تفضلوا شباب. مشاهدينا بعد عناء طويل وبعد تعب من الصبح وصار لنا اسبوع ندور على بيت مهدي جاسم رشق وصلنا بس تفاجئنا بقضية أكبر اللي هو زوجته الثانية. صح احنا كلش فرحانين لأنه زوجته الثانية صاحبة ملقة وتلقانا وبالأهلا وسهلا. شلونك؟ شنو مهدي شنو قصته؟ ترى أني دا أركض ورا النسوان المتزوجين وما دا لحق. ما متزوج هواي بس ثلاثة قبلي واحدة وانا ثانية واخذ الثالثة. مين هي اللي قبلك؟ قبلي اسمها زهرة. اسمها زهرة. شنو عندها أطفال؟ اثنين. من أمي؟ صادق وهاجر يمكن. الحمد لله والشكر. يعني أنت تعترفين إنه عندك ضرة وعندها أطفال اللي اسمهم صادق وهاجر. هاي أنت أول شاهد حصلنا عليه. إيه. ليش مهدي يقبل يعترف بصادق وهاجر أطفال إليه وما دي يسجلهم بالجنازة؟ ما أعرف هذا الشيء يعني ينكلهم عشائرياً. عشائرياً ما أن علاقة. إحنا هم ولده من صلبة لو لا؟ أنا لا أعرفه يعني يقول جهالي. جهالي الولدي. ليش ما يسجل؟ ليش ما ينطيهم جنازة؟ ما يلا. ليش؟ ما أعرف. خاف يعني خاف من راتبه يقصوني ويقطعون من راتبه. وموظف؟ عسكري. وين يداوم؟ تكريت بالموصل شهر. بالجيش او بال الجيش؟ بالجيش. اي درع دبابات. بالجيش؟ الجيش. تعرفين تصنيفه مثلا وين يداوم؟ دبابات فوق التاسعة. دبابات فوق التاسعة. الواحد 43. احنا راح نبحث حتى عن الوحدة العسكرية وحتى مع راح يكون قضيتنا تخص ايضا من وزارة الداخلية الى وزارة الدفاع. احنا نريد مهدي. احنا ما نريد من عنده شيء. زوجة اللي هي زهرة مو زوجته شلون وجهك الطيب استنجدت بالشرقية
واستنجدت بالسيد وزير الداخلية أنه هي ما تريد من عنده شيء، تريد بس أنه طلع جناسي لأطفالها. الحكي كوما صالح. ليش؟ ما هو يقول ما إحنا نريد ضميرك. أنت أم؟ صح. إيش قد عندك؟ ثلاثة. منين؟ من عنده. من مهدي؟ ما اعترف بيهم؟ ما اعترف بيهم. سجل لهم جناسي؟ أنا مشيت بجناسي. أنت مشيت؟ مشيت إيه. أنا وأخو. أنت متزوجة أيضا عقد شيخ لو متزوجة محكمة؟ لا محكمة، شيخ ومحكمة. شيخ ومحكمة. أي وداخذ نفقة منه 400 بالشهر. ليش هو مطقك؟ لا بس هجرنا هاجرنا عايفنا. هاجرنا. تاخذين نفقة من عنده؟ أي نفقة 400. 400؟ إيه. طيب شلون توصلي له؟ ما أتصل بيها قد مرات يجينا ليلة وثاني يوم يروح. طيب. يبعد كي يشوف الأطفال. زين انت من مثلا ما اجى وانت تريدين النفقه شلون توصلي له؟ حسب يقطعوها من راتبه. اي من راتبه. لا مو كيف انه ما راد يعطيني من راتبه يقطعوها. قد راتبه هو؟ ما اعرف، مليون ونص. مليون؟ اي هذا كل عسكري مليون ونص. طيب هسه هو متزوج زهره وهاجرها ومتزوجك انت وهاجرك. قدام الناس بأنه هو بيرجينا ويرجعنا ويحكي ويانا ما يعترف. ما يعترف، يخاف من الجزالة، ما يعترف بأنه يطبنا لو ياخذ جهالة يفتر بيهم يشوفهم. ما يعترف بهذا الشيء، يجينا بالليل يطلع الصبح. زين مخلف من الجزائر؟ اثنين. اي النوم اثنين. اي مخلف منها. وما يعترف بيهم؟ ما يعترف بيهم ومقعدهم قدام الناس. ما يعترف بولد العراقيات؟ ما يريد اصلا، ما يفكر بينا شيء. لو شهرين خمسة اشهر ما يخابونا، ما يقول شلونكم؟ متوا احترقتوا اكلتوا شربتوا تاخذون نفقة 400 والله وياكم. اي زين انت شلون عايشة؟ عايشة من الناس من الدنيا. بيت اجار لو مول؟ اجار استوني صلحته مصالي. بيت اجار؟ اجار 300. 300 الا 25. 200. اي زين انت منين تكملين الباقي؟ الباقي يدري احمد، يعني انا بدي شغله مهنه بالبيت كباب. تسوين كباب؟ كباب شغلات. اي غسل زوالي بطاطين. يعني انت تشتغلين انت شادوده؟ اي شفت البيت شلون مبلل وهاك مغسل. هذا شرف. الحمد لله. لا الحمد لله. المهم جهالي انا هم ما ردت. قلت له يعني عافنا عافنا 4 سنين 6 سنين 3 سنين يلا رجع لنا وقام يطوب. كان ابني صغير فعفته شو اسوي له. يعني انسان شقيت لاخوته قالوا ما نقدر له ما نقدر. عندي حق اخذته بالمحكمه منه. شو تقولي له؟ شو اقول له؟ ما اقول له شيء. اقول له انت والله شو اقول له؟ بس اقول له ال 400 تكفيك تاخذها لبيتك انت اجار ومولده وجهال ومدارس. هسه 3 صاروا عندي مدارس منتهيه منتهيه ومريضه بدات عجز عندي بالقلب. هذه بنتك؟ اي. شو اسمها؟ غفران. تعال 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 اقعدي هنا. شلونك؟ زين. شلون صحتك؟ انت يا صف؟ رابع ابتدائي؟ ايه. زين غفران تعرفين عندك اخت اسمها هاجر؟ ايه. وين ساكنه؟ ما ادري. لا شو تعرفين عنها؟ ما اعرف. ما تعرفين عنها شيء؟ شايفتها؟ ليش ما شايفتها؟ مو اختك هي؟ لا ليش ما شايفتها؟ ما يقربهم ابوهم ما يقربهم حتى على ودي الجزائريه ما يقربهم. يعني ما يقربهم. يعني انت عندك اخ اسمه صادق واخت اسمها زهره. وبعد شنو اخوك النايم هذا منو؟ شو اسمه؟ محمد. محمد وبعد؟ عباس. وعباس. وبعد الجزائريه همين؟ تعرفين اخوتك من ها ابن بس واحد؟ ما شايفهم احنا بس يحكي هو ولا يقول من الناس سمعت. اها زين انت عندك اخوان تحبين تشوفيهم؟ ايه. صدق؟ احنا ان شاء الله راح نوصل البابا وراح نقول له يجمعكم كلكم سوا بمكان واحد. متفقين؟ مشاهدينا الرحله بعدها ما انتهت. الظاهر انه مهدي من الشخصيات المتنقله والصعبه جدا والعثور عليه كل الصعب. احنا بعد المرحله الاولى ويا زوجته الأولى اللي هي زهرة أم صادق وقصتها المؤلمة وصلنا إلى قصة أخرى مع هذا الشخص. وأيضا من خلال هاي المرحلة راح نكمل المشوار ونبحث عن مهدي في قصته الثالثة اللي هي
مع زوجته الجزائرية. إن شاء الله هم يكون بعدها أيضا هاجرها ورايح متزوج بعد. بعد ما متزوج إحنا راح ندور عليه، بأنه الآن صار عنده 2 زوجات. أم صادق استنجدت بقناة الشرقية واستنجدت بالسيد وزير الداخلية. السيد وزير الداخلية وفر لنا كل التسهيلات حتى نوصل إلى مهدي، وإحنا الآن نبحث عن مهدي ورحلتنا بعدها مستمرة. خليكم ويا أهل المدينة وتابعوا قصة مهدي وين راح توصل. اكو قضايا يمكن الحكومة جهلتها وما تفكر بيها، ممكن ما انه تسوون قانون الأحوال الشخصية الجديد، يا ريت انه تعدلونه وتسوون قانون يمنع تعدد الزوجات حتى انه نحافظ على الأطفال من الضياع، من الإهمال، من الدمار اللي يعيشونه بسبب تعدد الزوجات. يعني كثير هسه من الناس يمكن راح يعارضون وراح يضوجون لأنه نقول ونطالب انه قانون يمنع تعدد الزوجات، لكن للأسف انه هو هذا اللي موجود. نفكر بأشياء سلبية تزيد سلبية المجتمع بدلا انه ما نصحح الأخطاء الماضية. يعني بعد ما شاهدنا هذه القصة من خلال التقرير، مهدي عرف عنوانه ويداوم باللواء 43 والفرقة 9 أعتقد بالمدرعات أو الدرع الآلي مثل ما أنه ذكروا عنوان الوظيفة. وإن شاء الله هذه القضية تحول أيضا إلى وزارة الدفاع، وإذا عندكم معلومة عنه يا ريت أن توصلونا بمهدي حتى أنه على الأقل نجيبه، وإحنا ما رايدين من عنده شيء ولا أنه راح نحاسبه، إحنا مو سلطة تنفيذية، لكن إحنا نريده أنه بس على الأقل يروح يسجل صادق وهاجر بالنفوس ويطلع لهم جناسي ويكملون مستقبلهم وخلاص، بعدها أنه يرجع للجزائرية، يرجع لأي وحدة يريد عادي، ما عندنا مشكلة. ونتمنى أنه كل هذه القضايا تنحل، ويريت أيضا الحكومة المركزية تلتفت لمثل هيك مواضيع وتمنع الدمار واللعب بالأطفال وبحقوق الأطفال وانتهاكها المستمر. واليوم ممكن راح نشاهد مواضيع كثيرة عن انتهاك حقوق الأطفال، وياريت أنه نكون يد واحدة ونساعد الجهات الأمنية من أجل الحفاظ على الأطفال وعلى حقوق المرأة بشكل عام. يعني أعتقد هذه قصة من بين يمكن مئات القصص المشابهة لقصة أم صادق والزوجة الثانية، وحاليا هناك جزائرية أيضا قد تكون هي ثالثة وجزء يكون رابعة. يعني هسه احنا جينا شفنا الثالثة، وهسه حاليا هذا الموضوع لو يطلع كمسلسل يمكن نقول المؤلف هواية مبالغ بالموضوع، لأنه ما معقول احنا هسه قصة بسيطة فتحت لنا أبواب على قصص أخرى ومأساة أخرى، أنه هي هناك زوجة ثانية وأيضا لم يتم تسجيل الأبناء وما اعترف بي، أو هو حقيقة يعني خلينا نقول ذكاء الأم أو أنه هي تصرف صحيح، قالت خلي أروح أنا من وراء وأسجل حتى يعني أضمن حقوقي. ونرجع ونقول أنه على السيدات هسه حاليا أي وحدة متزوجة بس عقد سيد المفروض تفكر 1000 مرة وتقول خاف يصير مصيري مثل مصير أم صادق. قضية أم صادق لا زالت مستمرة وإحنا راح نبقى متابعينها يعني أول بأول. طيب نروح لموضوع آخر، موضوع مهم للغاية إحنا ذكرناه الأسبوع الماضي، يخص طالب أو تلميذ حقيقة توفى في إحدى مدارس بغداد اللي هي قلنا على قريبة من جسر ديالة. التلميذ اللي نتل وتوفى في المدرسة نتيجة إنه كان هناك كهرباء أو الكابل الكهربائي أو الكهرباء الرئيسية مربوطة على الكرفان اللي هي مخصصة أن تكون حمامات للتلاميذ. التلميذ في وقت الدرس راح إلى الحمام والنتل وتوفى في مكان أو قريب من الكرفانات، وإحنا تصنف بوقتها بوالد التلميذ اللي كان متألم جدا وحكى بألم. قال نفس اليوم رحنا إحنا حتى نشوف أو نصور الحالة، شفنا أنه المدير قام بإصلاح الكهرباء حتى يخفي القضية، المدير انسجن كم ساعة وطلع بكفالة، والقضية يعني لا زالت للأسف يعني إحنا طرحناها وخلص راح التلميذ. يعني إحنا بعد ما كفت شيء عوض الأب، وقبل أيام يعني هنا المفارقة أنه قبل أيام من الحادثة هناك معلمة راحت أيضا للحمامات، وهمزين أنه هي يعني فقط نتلت ما أدت إلى وفاتها. المفروض كان يعني هاي الحادثة كان تنبيه للإدارة، لكن للأسف الإدارة لم تهتم أو المدير لم يهتم إلا بعد أن صارت الحادثة. هناك من يعني يريد يتابع القضية أو يتابع قضية الحقيقة، القضية الأولى اللي هي تخص مصادق والقضية هذه الثانية اللي هي فعلا تحتاج إلى محاماة، فهناك من يريد أن
يقوم بالدفاع عن هذه الحالتين. احنا تضمعنا السيدة علياء الحسني وهي محامية من بغداد، حتى هي تحكي لنا شلون راح تدافع عن القضيتين، او نقابة المحامين شلون راح يكون لهم دور في هذا الموضوع. احنا نشكرهم طبعا ان يكون هناك مبادرة من طرف اخر يقوم بالدفاع عن حقوق المستضعفين، حتى احنا نشجع الناس انه اذا كان عندهم حالات مثل هذه الحالات يحجونها الى اهل المدينه، حتى احنا نستطيع ان نعمل سويا من اجل ارجاع الحق لاصحابه. تنضم معنا السيده علياء. اهلا بك ست علياء ونشكر انضمامك. مساء الخير. حياك الله. مساء الخيرات. حياك الله. احنا خلينا نبدي من القضيه اللي هي قضيه الطفل الذي توفى في المدرسه نتيجه الصعق الكهربائي. نعم. والقضيه لحد الان يعني تعرفين هي ما حد يجيب حق، يعني وزاره التربيه هاي صار كم يوم ما حكت بالموضوع، ولا انه الاداره حبت ترد عن القضيه، والقضيه هي اكيد شائكه، واحنا خسرنا حاليا احنا تلميذ دون ذنب. شلون انتم كنقابه محامين وانت كمحاميه تحاولين تدافعين عن القضيه وتجيبين حق لهذه العائله؟ طبعا بالبدايه شكرا لبرنامجكم اللي هو اصلا برنامج اجتماعي. نعم. مسألة الطفل بالبداية هذه مسؤولية المدرسة، مسؤولية تقديرية من قبل إدارة المدرسة اللي هي اللي أدت إلى أنه إهمالها للكهرباء وصيب الطفل بصعقة كهربائية. ومثل ما ذكرتي أكو معلمة بالأسبوع اللي ثاني، الأسبوع التالي أكو معلمة، يعني هذه مسؤولية تقديرية. مسؤولية تقديرية تقع على مدير المدرسة، هو يلاحق قضائي. يعني ما اعرف، يمكن انت كمحامية تعرفين القضيه هي نتلت او تعرضت الى نتله قبل الحادثه، يعني كان كانذار لاداره المدرسه لكن ما حد اهتم، فهي ايضا يدينهم بعد اكثر. هو الخطا الناجم عن الخطا الاداره هو اللي ادى الى مسؤوليه تقصيره وادى الى حدوث الصعقه الكهربائيه. هذه طيب. مساله يعني تعتبر ركن مادي جريمه غير مباشره، وهذه ايضا تتحمل مسؤوليتها اداره المدرسه. وهذه طبعا الحلقه السابقه كانت سيده نقيب المحامين متابعه البرنامج واتصلت بي هاتفيا، هي حاليا بعمان. نعم. وقالت اريد اتكفل بملاحقه اداره المدرسه قضائيا واني اخذ هذا الطفل. طيب هسه حاليا شنو المطلوب من والد التلميذ وعائلته؟ يجي بس مجرد يجي للنقابه واحنا نسوي لنا وكالات واحنا نلاحق المدرسه قضائيا وناخذ حق هذا الطفل. طيب المدرسه ككل بالولد. لو هي اداره المدرسه، طبعا اداره المدرسه هي اللي تتصدى للمسؤوليه. نعم. طيب يعني هسه حاليا احنا نتصل بوالد الطفل حتى يجي الى النقابه ويتم متابعه الموضوع. بالضبط. نعم. يعطيكم مكالمه حتى يتم المكان. اوجه له نداء انه يحاول الاسبوع المقبل. نعم. يعني بعد مراسيم الزياره ان شاء الله يجي للنقابه واحنا نتكفل الموضوع من يعني الاساس، كل الموضوع النقابه حتتكفل به. طيب احنا هسه هذا الموضوع انتركل طالما يعني هذه الخطوه الاولى، واحنا راح نبلغ والد التلميذ واكيد راح نبقى احنا وياكم نتابع القضيه اول باول ان شاء الله. طيب شاء الله. اذا صار قضيه عشائريه، تعرفين احنا هسه هاي اغلب القضايا نطرحها وحتى الناس تسال تقول ما تابعتوا هالقضيه، نقول لهم هي تنحل عشائريا للاسف. اذا صار هناك ضغوطات عشائريه منا لحد ما تخلص الزياره، الحق العام يسقط؟ لا ما يسقط. حق العائلة، بس حق العائلة من يطالبون بتعويض عن الضرر اللي أصابهم وعن دية الولد، باعتبار احنا اكو شيء يسموه حق عام وحق خاص. الحق الخاص هذا يسقط يعني بإرادة الأهل عليه، يعني بإرادة المشتكي. نعم. أما الحق العام يعني الحق العام اللي هو يعني يقع على عاتق إدارة المدرسة هذا لا ما يسقط، بس أحيانا يعني حق قرار او يعني القرار ما يتنفذ مثل ما تعرفين. اها. عنده توابط وفي شي امور ومرات لا تعويض مادي. طيب احنا المهم راح نتابع القضيه ونشوف وين ما توصل، حتى هو يكون يعني القصد. نعم. القصد مو بس المديره وهذه الاداره وهذه المدرسه، القصد انه حتى لا تتكرر. انا قلت وبكتها نداء لكل ادارات المدارس عليهم انه يشيكون مدارسهم، احنا ما نريد يوميا نفقد تلميذ كهرباء. صار عندنا خوف انه احنا اولادنا يرحمون من 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 ذاك اليوم بدينا نوصي لا تروح يم كهرباء لا تروح يم حمام، يعني هذا مو مدرسه راح يكون فيلم رعب. طيب نروح القضيه، قضيه ام صادق وهي قضيه شائكه.
نعم، والقضية زوجة الثانية والزوجة الثالثة أيضا. هذه حالة ردتها قناة الشرقية، لكن هناك مئات الحالات في المحاكم احنا نشوفها كل يوم بنعايشها. مش نعم. من قضية الصادق وجزء أعقد من قضية الصادق، يعني الصادق إذا تقول زوجها موجود حي يعني لا زال موجود. احنا عندنا حالات يعني أعقد من مسألة إنه ما عندهم أوراق ثبوتية وعقد زواج والزوج متوفي وأهل الزوج ينكرون. هذا أيضا السيدة أحلام اللامي نقيب المحامين. نعم. تكفلت بمتابعة القضية. نعم. بس احنا نريد مسألة واحدة قبل خلي تيجي مصادق للنقابة، هاي نعم. أول خطوة. نعم. على مود ناخذ الوكالات والإذن من عندها على مود نبلش بالدعوة. طيب. دعوة تصديق الزواج وإثبات النسب وإصدار مستنسخات الأولاد. طبعا احنا المسألة بكل هذا الموضوع نريد تعاون وزارة الداخلية ويانا حتى نسوي منع السفر. نعم. هو راح لأن إذا طلع من العراق تعرفين احنا ما عندنا اتفاقيه تسلم مجرمين ويا كل الدول باعتبار هسه هو مرتكب جنحه بالقانون العراقي. جنحه هي عدم تصديق الزواج. نعم. وعنده اولاد اثنين كبار هو ما معترف بهم ولا مصدر لهم مستنسكات. يعني هذول مدرسه ما دخلوا بس اريد افهم يعني شلون اب هذا ما اعرف. طيب احنا طبعا يعني وزاره الداخليه خاصه الوزير بنفس اليوم اللي عرضنا يعني القضيه تواصل ويانا. نعم. النقابه اول خطوه تجي صادق بعدين احنا ندش كتاب لوزاره الداخليه. نعم. مع المطارات بمنع سفر هذا الرجل. سهل القضيه؟ أوكي. تعتقدين سهله انه منع السفر؟ كلش سهله كلش سهله كلش سهله. تمام احنا لا كلش سهله. اي طيب احنا ايضا راح نبلغ ام صادق. احنا يعني ما اعرف شلون نشكر الست علياء ونشكر السيده ايضا احلام اللامي اللي اكو هناك من يتعاون. يعني احنا ما دقينا بابكم، انتم حاولتوا تساعدون الناس. الناس عارفين ما يعرفون وين يروحون. اكيد احنا سباقين بالمبادرات الاجتماعيه طبعا نقابه المحامين. نعم احنا نشكر وهذه مسؤوليتنا يعني ان شاء الله مسؤوليتنا وان شاء الله ما نقصر وتابعوا ويانا الموضوع اكيد اول باول حتى نشجع البقيه. نعم ان شاء الله الزواج ونصدر مستنسكات للاولاد. نعم احنا نشكر الست علياء الحسني وهي محاميه من نقابه المحامين العراقيين، ونشكر يعني ايضا وصلنا شكر الموصول الى ست احلام اللامي نقيب المحامين. هو هذا الصح، احنا هذا التكافل الاجتماعي، احنا نحتاج الى انه قلنا للتلميذه واحنا اخذنا الكلام من والد التلميذ الذي توفى، لكن ما نعرف احنا واحد وين يوجهنا، وجهنا النداء الى وزاره التربيه لمتابعه الموضوع. لكن ما تابعته، فلذلك احنا فعلا نحتاج الى نقابه المحامين او المحاماه او المحاميه او اي شخص يقوم بتبني القضيه حتى يتم ملاحقته قانونيا. وقضيه ام صادق هذا ايضا راح يفتح باب لتشجيع النساء. شوفوا احنا شوفوا قانون الاحوال المدنيه شلون راح يدمر حياه، شلون ماكو قانون وشوفوا ايش قد عندنا مشاكل. هسه من راح يصير قانون انه كل من بكيفه ويتزوج بكيفه وما حد يقدر يفتح حلقه، شوف ايش قد راح تصير عنده قضايا بالمحاكم العراقيه، وايش قد راح يكون نسبه الطلاق، وش قد. القضيه فعلا تحتاج الى متابعه، واحنا نشكرهم مره اخرى وان شاء الله راح نبقى متابعين كل هذه المواضيع اول باول. بسبب ازدياد نتائج الطلاق يمكن بدينا نشوف حالات ماساويه وغريبه وعجيبه في كل المحافظات العراقيه من الشمال الى الجنوب، واليوم ايضا موضوع انتهاك حقوق الاطفال بكل المعاني. يعني اليوم الموضوع مو فقط انه طفل يعنف من امه وابوه، لا اليوم انه بسبب الطلاق وبسبب الزواج المبكر وبسبب هذه القوانين المشحفه انه بدينا نشوف حالات الطلاق. هذا الشخص من يطلق وعنده طفل فاكيد انه كبرياء او ما اعرف شنو اللي نسميه انه ما يخلي ينطي انه الطفل اللي زوجته، لا ما راح ينطي، راح يبقى يحتفظ به وراح يجيب زوجه ابوه، وبالتالي انه راح يصير مشاكل كثيره. ونتمنى اليوم انه اكو حد لمثل هذه الظواهر ولانتهاك حقوق الاطفال، لكن انه الموضوع اليوم اللي راح نشاهده بالبصره احد الاطفال المعنف من قبل امه، وهذا الموضوع الغريب وهذه الصدمه الكبيره اللي نشوفها من خلال عرض الصوره بالشاشه. وهذا الطفل بالمره السابقه كانت ايده محترقه، واحد الاشخاص حسب ما روى الحادثه قال انه امه فقيره تستجدي بباب جامع الدروازة بسوق الوقفة بالبصرة، وكل ما أروح وأرجع أنه أشوف الطفل معنف، كل ما أسألها تقول انشوى احترق. وبالتالي أنه بعد فترة أنه أجيت بعد ما ظل بالي على الطفل أجيت لقيت الطفل بهذه الصورة الوحشية بهذه الطريقة اللي غير أخلاقية معنفته، فبعدها أنه راح واشتكى وقدم شكوى، وبالتالي أنه هذا الطفل معنف من قبل أمه. يعني هذه الأم احنا نحكي على زوجة الأب لأنه مو من عندها، فبالتالي أنه تعنف، لكن اليوم أنه كثير من الأمهات بدأت تتعنف. يا ريت أنه يعني القانون
يبقى مفعل حتى انه يحد من هذه الظاهره، ظاهره حقوق انتهاك حقوق الاطفال بالعراق وتعنيفهم حتى بالمنازل والمدارس والشوارع، وهذا اللي بدا يتزايد وبدا يكثر وبدات هذه الظاهره تنتشر، وبالتالي انه راح يخلق لنا جيل ما عنده شخصيه، جيل ما عنده ثقه باقاربه، جيل ما عنده ثقه باهله بسبب هذه الحوادث اللي تصير بين فتره واخرى. واكيد هذا الموضوع نتمنى ان الجهات المعنيه تصيغ فد قانون يحد من هذه الظاهرة ويوقف ظاهرة العنف ضد الأطفال وضد الإنسان بكل فصل حياة. طبعا يعني الموضوع منذ يوم أمس أثار غضب الشارع العراقي، الصور مؤلمة للغاية وخاصة الناس. أنا حقيقة أشكر الشخص اللي راقب، يعني من شافه أول مرة هو محترق وهو الظاهر يبدو أنه يروح ويرجع على نفس المنطقة، هي منطقة الزبير في البصرة، يبدو أنه هو بدأ يعني حطه في باله وقال بديت اراقب الطفل، كل ما اروح اراقب الطفل شفت احترق مره ثانيه بنفس الجهه، معقوله؟ لا هو نزل وراح سال الام، قال لها ايش بيه؟ قالت له احترق. زين ورا فتره نفس الحرق او نفس المكان؟ طيب ورا فتره او مره ثالثه شاف انه هناك جروح، فلذلك قال ما يعني اكو سر بالقضيه او اكو تفاصيل غير معروفه عن الموضوع. منذ يوم امس تحرك طبعا تحركت مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت لنا احنا الاف النسخ، يعني لحد ما دخلنا احنا للسوري كل شوي تجينا رسائل سواء على الخاص او على مواقع التواصل الخاصه باهل المدينه، كل من يقول تابعوا قضيه الطفل في البصره اللي هي بالتحديد في منطقه الزبير. طبعا عمار السعد مراسلنا في البصره عنده تفاصيل اخرى، هناك مستجدات صارت قبل دخولنا الى الاستوديو وعنده تفاصيل حتى هو يحكيها لنا. مرحبا عمار. و مرحبا عمار، ان شاء الله تكون تفاصيل مفرحه لانقاذ هذا الطفل، لان الكل قلق حول مصير هذا الطفل او مستقبله او وضعه بشكل عام. عمار المدينه، الطفل اسمه احمد وامه اسمها رشا. طيب طبعا هذا الشخص اللي نزل المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي طرح عده اسئله، قال هل هذا الطفل هو ابن هذه المراه المتسوده اللي على باب مسجد الدروازه في الزبير؟ هل لربما مخطوف، لربما مسروق، لربما ابنه معنف؟ هذه الاسئله جميعا اثارت الراي العام واثارت تحفظات رجال قوى الامن الداخلي بالبصره. حركت قوه من الشرطه الى مكان المسجد وتم القاء القبض على الام اللي اسمها رشا وهي من محافظه النجف متسوله موجوده في منطقه الزبير. عند تفتيش تم العثور على حسب المصادر اللي اعطتنا الخبر على مواد الكريستال، هي مواد مخدره موجوده في جنطته وسكين موجوده في هذه الجنطه. طيب عند التحقيق مع الام الفوري من قبل الشرطه اتضح بان الطفل هذا ابنها، وهي تتعاطى هذه الماده المخدره وبالتالي تعنف بقوه هذا الطفل المسكين اللي ادعت انه هو كان يطيح او على وجهه او يعني تعرض الى كدمات بسبب اللعب. تعنفها باللاوعي، يعني تعرف اللي يشرب مخدرات باللاوعي. اها، من ما عندها ماده الكريستال تفقدها فتبدي تعنف ابنها. هي احنا خلينا نرجع الى خلفيات المجتمع، ام متسوله بالشارع، ظروف اجتماعيه قاسيه جدا، ربما هذه الظروف جبرتها على ان تتعاطى هذه المخدرات حتى تنسى واقعها. الحاجه لهذه الماده ربما ايضا يدفعها الى ان تستخدم العنف بقوه مع طفل اللي ربما يكون حرك او وكيح كما نقول بالعاميه، فبالتالي تعرض الى هذا الضرب الشديد. حاليا موجوده هي في بعهده رجال الامن الداخلي وتم رفع اوراقها القضائيه. طيب الاب وين؟ موضوع العنف، الاب ما تم العثور عليه لان هم جايين من محافظه النجف، يعني حسب البطاقه. ما عرفنا انه هو متوفي ما متوفي. لا، ما المصدر الصحفي او المصدر الامني اللي زودنا بهذه المعلومات فقط اكد انه اسم الام رشا. واحنا طيب باكر ان شاء الله سوف نتوجه الى مركز الشرطه ان شاء الله. طيب كيف تثبتوا انه هو يعني بس مجرد من كلامه لو عندها هي اوراق ثبوتيه تثبت انه فعلا انه احمد ابن رشا؟ لا، الاوراق الثبوتيه موجوده تم الاستدلال عليها من خلال يعني جذب الاوراق. طيب هي وين ساكنه؟ يعني هي تسكن بالشارع؟ الزبير بالمجمع الكرفانات، اكو مجمع خاص للفقراء. هذه كرفانات، المجمع الكرفاني يسمونها. هي ساكنه في هذه المنطقه مع مجموعه كبيره من المتسولين هنا موجودين بهذه المنطقه. اها، عندهم مكان خاص. طيب ماده الكريستال غاليه جدا، يعني وبصعوبه الواحد يحصل، هي شلون جاي؟ يعني هي تتسول من اجل ظاهر المخدرات مو من اجل انها تعيش؟ هي طبعا من تتسول، احنا نعرف كل زين هذول ما شاء الله متسولين، يعني ما شاء الله يحصل على مبالغ جيده يعني في 100,000 دينار يوميا، وبالتالي تتبضع من عندها الى ملذات المتمثله بماده الكريستال اللي تشربها يوميا. طيب
طيب اكيد هناك تفاصيل راح تكون. نتمنى عمار تتابع القضيه اول باول والطفل يتم اخذه، وحتى احنا يعني موضوع حتى على الاقل الناس ترتاح نفسيا، لانه فعلا موضوع الطفل وشكله وضعه الصحي حيل قلق المجتمع وقلق مو بس اهل البصره وانما كل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. نبقى احنا متابعين القضيه وياه، واكيد عندنا مواضيع كثيره حقيقه، لكن تعرفون وقت البرنامج وتعرفون عندنا مواضيع كانت ايضا مهمه اليوم. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام. في امان الله. اذا وصلناكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء.